كوفسكي أمام المرمى، حاول للتقدم إلى الأمام مبكرا، يحاول النصر أن يتقدم مبكرا ويصل تقرب الاتحاد بنسبة كبيرة، لكن هنا كرة أمامية وسريعة الأول بعد العودة لا إلا أن يعود كبيرا. عاد الموسم يترك كرة لتاليسكا، يغير اتجاه اللعب ثم لعبد الله الخيبري، تاليسكا وتقدم تاليسكا اكتمل، والعرضية حاضرة وخطيرة من روح. وشوف الكرة، شوف المحاولة الأولى على مرمى النصر أو على مرمى الطائي أي غنام، تمريرة جميلة وكنترول، وتاليسكا يلعب العرضية وكسر لمفاجأة كبيرة لو حدثت. يضغطون في ملعب النصر وتاليسكا، كرة لتاليسكا، تغيير اتجاه اللاعب من تاليسكا، أمامي أن يسجل انتصار في مباراة اليوم حتى يبقي الفارق. وعرضية، يا سلام وعرضية وكرة غنام إلى جانب تاليسكا، يمرر لتاليسكا والتصويب منتظر من قبل حكم المباراة. كرة لتاليسكا، تاليسكا في محاولة في منتصف الملعب الآن، انطلاقة سريعة وتاليسكا ينتظر ثم يحاول يمرر مع صليهم. قلت أن الطائي سجل انتصار وفي فرص أكثر وفي أهداف. الشوط الأول كان في العديد من الفرص الخطيرة، والنصر يبدأ أولا ويتقدم في كرة إلى نصراوية. تاليسكا يحاول يمرر لكريستيانو، تصويبه يعود من جديد خيبري إلى تاليسكا، تقدم كريستيانو، سجل كالعادة، كرة لتاليسكا وتمريرة ومرور وكرة لغوستافو وعرضية راسية تاليسكا. شوف تحرك، شوف نصرة، تمريرة بينية وانطلاقة سريعة وعرضية راسية. تاليسكا يمرر الغنام، يمرر لتاليسكا وفرصة لتاليسكا. سين قاسم يا خطف كرة تاليسكا وكرة قاسم. شوف حسين قاسم كيف تعامل مع الكرة، ليس بهذه الطريقة يا حسين. عندنا كرة فيها محاولة للطائي، ما زالت تاليسكا في هنا سقوط وخطأ لمصلحة تعود وتمر سريع عند تاليسكا، انطلاقة سريعة من تاليسكا، ينطلق كريستيانو وتاليسكا يحاول وكرة